فين يا وز؟ معقولة سايباني ده كله؟ تعملي ايه جوه؟ تعالي ده في اخبار من عيالها. ادي قطرين دخلوا في بعض اهم. واليونسكو سيبوا حلت بيا محروس عايز محروس الحقني يا اخويا انا اخوك الحقني يا محروس يا محروس الحقني الحقني يا اخويا يا محروس يا صلاح الحقني ام صباح ام صباح وقعت من طولها الحقني تعالى وقعت الحقني وقعت دلوقتي ايوه يا ساتر حصل لها حاجه الطف يا رب ربك يلطف يا حاجه ربك يلطف ربك يلطف الطف بينا يا رب هي ما عندهاش استجابه في كل جسمها وانا ما اكدبش عليك ده شيء يقلق انا شاكك ان الحبل الشوكي يكون اتصاب اثناء الوقعه يعني ايه هتفضل كده طول عمرها ولا ايه انا ما قلتش كده بالظبط يا حاج بس احنا لازم نعمل لها اشعه رنين على العمود الفقري بالكامل وما اخبيش عليك لازم ننقلها مستشفى كويسه جدا دلوقتي ويا ريت تكون دلوقتي حالا شكرا يا دكتور العفو كريم خلاص ربنا يخليك يا حبيبي شكرا يا دكتور طبعا الو فضل ماشي الاسعاف الحقنا بقول لك لحضرتك بكلم الاسعاف عندنا واحده ست تعبانه قوي يا ابني وكبيره في السن الحقونا عايزين ننقلها اقرب يا صلاح استنى بس هنقول لك دي لازم تتنقل دلوقتي طب انا الاسعاف قدامها ياما على ما تيجي قول له خلاص خلاص طب خلاص يا ابني احنا هننقلها بمعرفتنا هنتصرف ازاي؟ عبد العزيز قاعد تحت مستني العربيه انا هتصل بيه دلوقتي خليه يطلع ونجيب كرسي ونحطها احنا الثلاثه ونشيلها خلي زينب تجهزها بس الصبح يلا واحد الله خير يعمل الله خير خير طف يا رب ايوه يا عبد العزيز اطلع لي دلوقتي حالا حالا يلا انا في شقه الحاج صلاح يلا اللي ليا في الدنيا لينا جاهزيها يا بنتي جاهزيها واحد لا اقعد انت لا لا صلاح صلاح امسك نفسك صلاح تعال استقبلنا شوية وحياة النعمة الشريفة اللي خلي عليه بهدلة انت بتخطفني يا راشد ليه؟ ليه يا اخي؟ هو انا كنت سرقت منك سريع وهربت؟ ما خلاص بقى يا فتون سد البلاعة دي جوزك بعبط لسانه هو اللي قال لحضرك هنا انت كلمت علي؟ هو كلمته فخليك تكلمي اطلب لي علي يا راشد اطلبه ازاي دلوقتي؟ احنا بقينا نص الليل وعلى فكرة هما في السجن متربين قوي بيناموا بدري هو مين ده؟ ده أنسي صاحبي وصاحب جوزك من زمن الزمن وده المطرح بتاعه اللي هنقعد فيه تقعد فيه نقعد ده ايه؟ انا مروحة بيتي يا خور خدي هنا اخد هنا ايه؟ عايز تعمل راجل قوي بقى تعالى كل اول شهر وادفع الفاتورة تبقى راجل ما انت عايز تروح تعيش لوحدك عشان كل يوم والتاني تروح الكباريه لزفت فاضل طردت جالي امبارح يا اخويا وطردت وقال لي انه هيدفع لي بدل الطاقة 2 و3 مش مصدق بقك يا فتون ان شاء الله عنك ما صدقت البيت ده يا اخويا ما فيهوش غير حيطان نقي لك حته كده على كيفك واخبط دماغك فيها يا فتون بس احنا ناخد استراحه نتعشى
وتدفعوا لكم لقمة وبعدين نكمل الموضوع ده بكرة. يلا تعالوا ورايا. صباح ربح يا شيخ. هو مين ده؟ يا زينب، بقول لك انا نسيت المفاتيح فوق، خلي صلاح يخليها معاه. يا عم صلاح. لا عم بزينب. وانا بجيب معاك مفاتيح الشقه نسيته. حاضر حاضر. زينب بقول لك ايه؟ غطيها كويس للدنيا برد. حاضر يا عم صلاح. على مهلك وانت نازل. يلا يا اخوانا بالراحه، العربيه واقفه بره ولا لا؟ ما تشيل يا ابو عزيز. حاضر. يلا واحده واحده يا رجاله. على مهلكوا عليها، على مهلك. افتح الباب. طمني يا دكتور، ايه الاخبار؟ اشعتها كلها تمام وعمود الفقر سليم، متهيألي ترجع البيت احسن. يعني ايه ترجع البيت يا دكتور؟ دي مشلوله ما بتتكلمش وما بتنطقش خالص، ارجعها البيت ازاي بالحاله دي يعني؟ امشي بيها ازاي في الشارع؟ وده ازاي دي؟ يا فندم اهدى ارجوك. يا فندم ما ينفعش، ما ينفعش الكلام ده، دي تعبانه تعبانه. عارف يعني ايه تعبانه يا دكتور؟ مش معقوله كده، حرام عليك. معلش يا حبيبتي، شده وتعدي وانت ست مؤمنه. قولي يا رب. وممكن قولي يا في قلبك يا حبيبتي. يعني ايه تخرج من المستشفى؟ يعني ايه وهي بالحاله؟ حاولي تقولي اي حاجه. ما تتكلمش يا دكتور، معقول ولا يا حاجه؟ اعرف المستشفيات بتعالج. انا مش فاهمه منك حاجه. قولي يا دكتور اروح بيها ازاي يعني وهي في الحاله دي؟ لا بتتكلم ولا بتنطق. يا فندم احنا ما قصرناش معاها، صدقني. ارجوك اهدى يا دكتور، المستشفى اتعمل عشان يعالج الناس، انما مش كده يعني، مش بالطريقه دي. معلش يا فندم اهدى اهدى ارجوك. بس استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. لا يا حاج اهدى، الدكتور ما قالش حاجه غلط، ده بيقول ان الحاجه الحمد لله كويسه. ما اني لا اسالك رد الخطا ولكن اسالك الرد فيه. استغفر الله العظيم. وحوس فين كل ده؟ احسن انت يا ستي. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله. ونعم بالله يا أخوي. مش هتكلمني عليه بقى؟ فاكرة جوزها قاعد على القهوة ولا إيه؟ مش تستني لما نعرف إذا كان ينفع ولا لأ؟ ده أنا جايب لك عيش توست، ولا أنت واخدة على البلد ولا إيه أخبارك؟ صباح الرضا يا كبير البشوات. بعد اذن معاليك مزنوقين في مكالمه لاخويا علي. معلش البركه فيه. المشكله كده مع جماعته، فيها جواز وطلاق وحضانه يعني حوارات كده مش عايزين نشغلك بيها. حبيبي يا عمهم، ربنا يوسع عليك. تسلم لي، مع الف سلامه. مع السلامه. لما يبقى جنبه هخليك تكلميه. ما نشوف. كل يا اخويا كل، انت عارف انا كنت هروح فين بكره؟ كنت هروح اشوف علي واقول له انك خطفتني واشوف هيعمل فيك ايه. انت مش مصدقني يا فتون، بقول لك قلب عظمه لسانه احضرك هنا. يعني هو عايزني اقعد هنا بين اربع حيطان اكل واشرب وانام زي المعيز؟ الموضوع ده اتقفل. ما تقفلش. طب حشيشي. علي اهو. ايوه يا اخويا، ايوه ايوه، تليفون انسي. ايوه انا مرات علي وعايزه اكلمه. متشكره يا اخويا، ربنا يحفظك. الو. الله الله يا ست الستات. ايوه يا علي، وحشتني. لا بجد وحشتني قوي قوي. تكلميني دلوقتي يا فتون؟ اصيله ده انت اجدع مره في الدنيا دي كلها. والله العظيم وحشه ربنا راشد خطفني، خطفني ووداني عند واحد صاحبه. انا اللي قلت لراشد يخطفك. عارفه ليه؟ عشان انت ست واطيه وما صمتيش العشره. ده قتل الونش عشانك، قتل الونش عشانك يا واطيه. عارفه يا فتون؟ لو انت قدامي انا كنت هفهمك. انا عارفك واريك زي كف ايدي.
بتعيطي؟ انت بتتكلمي من عند والدي صح؟ اسمعي يا فتون، وكتاب ربنا لو غبتي عن راشد او غفلتيه ده انا هذبحك. اقول لك لا لا مش هذبحك، ده انا هشرب من دمك اول ما اخرج من هنا، فاهمه؟ ماشي يا سيدي الرجالة، انا هسمع كلامك، هفضل قاعده مع صاحبك وابن عمك دول. مش انت عايز كده؟ ولا هجيلك ولا هزورك ولا هتشوفني خالص، هفضل اكلمك في التليفون، وكل ما اكلمك يهددني. ديني راشد. شكرا يا سيد الرجاله. مجنونة. ايوه يا علي. ايه ده بس يا علي؟ طيب اسمع يا راشد، فتون ما تغيبش عن عينك. طيب ما تغيبش عن عينك، اسمع الكلام. طيب ما تغيبش يا سيدي، بقول لك قدامي ايه ومش هتتحرك من هنا. ما تغيبش وخلاص. طيب 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 يا علي. طيب يلا سلام. ما هو ده ما يرضيش ربنا. أنا أفضل قاعدة في المغارة دي السنين دي كلها قبل ما ابن عمك يخرج. مين اللي قال كده بس؟ لا سمح الله. علي عايز اطمن عليكي، وانت معايا هتعيشي برنسيسة، هتخرجي وتتفسحي وتعملي كل اللي انت عايزاه. طب ايه رأيك في طلعة الاسكندرية؟ مين دول اللي يطلعوا اسكندرية؟ أنا وانت وفتون في مصلحة هنخلصها، ناكل أكلة سمك جامدة ونشم شوية هوا بحر نضيف ونعمل الدماغ ونرجع. هنروح اسكندرية امتى؟ دلوقتي؟ استني بقى يا فتون، ولما هي مصلحة ايه اللي هيطلع فتون معانا؟ انت شايفة زهقانة، هنفسحوك يا فتون. أنسي ما تقريني في ايه؟ أنا اللي سايق يا راشد، اطمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. مالك بس؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. جعتي؟ له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم العظيم. عايزة كده؟ يعني إذا كنت عايزة كده ده يبقى إن شاء الله أمره سهل بإذن الله. يا صلاح أنا شايف إن إحنا نخلص سكة الطب والدواء الأول. ما مفيش مانع نمشي في السكتين، يمكن ربنا يسهل بواحدة فيهم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هم أحضر لك شوية صدري ويسر لي شوية أكل وحلول عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله والحمد لله. الله أكبر ولا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لا لا أنا ما أقدرش أقول إني حبيته، أصلي أصلي لسه بفكر في الحسن، بس هو بيحبني. عيني بتقول كده. ايه انت نمتي وانا بكلمك؟ اصحي اصحي وانا عايش معاه هنا على طول. مش انت مبسوطه معايا هنا؟ تفتكروا اما صباح هتخف؟ كنت عايش انا واهلي في ليبيا لما الحرب قامت، قلنا ننزل على مصر، واحنا في طريقنا لمصر الضرب اشتغل، بقينا عمالين نجري نستخبى يمين وشمال مش عارفين نروح فين. طلعت عصابه على ابويا واخويا قتلوهم، ذبحوهم قدام عيني، ما بقتش عارفه اعمل ايه بسبب انهم كانوا طالبين فديه، طالبين فلوس، وانا ما كانش معانا فلوس ندفعها.
الست اللي اسمها كوثر دي خطيرة جدا والله. شفت عرفت ازاي ان احنا متجوزين جديد؟ ست عجيبة جدا. ولا شفت لما كانت بتتكلم مع الجماعة اللي لابسينهم صباح؟ لا 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 الحكاية بجد، الست دي بتعرف صح ولا ايه؟ ممكن. مالك يا زينب؟ انت تعبانه؟ انا ممكن اقعد النهارده ما انزلش. لا لا روح شوف راك ايه. ده ربنا سبحانه وتعالى قال: وكل اعماله فسيرى الله اعمالكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. طيب انا مش هغيب عموما، هدفع بس تامين العربيه وتاني جاي. انت هتروح له مصباح؟ انا هحضر الغدا الاول واروح لها. طيب محروس. خد بالك من نفسك بقى. حاضر. انا عايزك انت اللي تاخدي بالك من نفسك. حبيبتي الحمد لله يا رب رزقتني بملكة جمال وعندها الإيمان ده كله في قلبها. طب أعمل إيه؟ أروح فين؟ ربنا يخليك ليا يا زوزو. يخليك يا محبس. أقول لك معايا هريسة؟ حبيبتي يلا شفتي؟ نسيت المفاتيح. انت اللي يبص في عينك ينسى نفسه. يلا حبيبتي السلام عليكم. صباح الفل يا باشا. معلش اني بكلمك في البدري. ربنا يوسع عليك ما يأمر عليك ظالم. بقولك يا باشا، مفيش شيلة جامدة كده عطرتوا فيها كام ساعة اللي فاتوا دول؟ ست ودي اتمسكت بيه. لا ترمضولي ايه؟ لا 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 مش هي. ماشي يا عمهم، صباحك رزق ان شاء الله. بس والنبي لو ظهر قدامك حوار زي اللي لغيتك عليه ده بقى لغيني. ماشي احنا معادنا اول الشهر ان شاء الله. سلام يا عمو. الف سلامه. بقول لك ايه يا عمو انسي، هو اللي انت كلمته ده بيخدم فين؟ في مكتب المكافحه ذات نفسه. سكة من اتنين يا راشد ملهمش تالت. البت دي طمعت في الحاجة وهي في القطر، الشيطان وزها وقالت تخلصها ملاك نفسها. السكة التانية تكون متفق مع البت دي وعايزين تأكلوني اللي ما يتاكلش. لا وعهد الله اللي في دماغك ده ما حصل. ولو فتون هي اللي عملت كده يبقى ضربتنا على عيننا احنا الاتنين. مش مصدقك بس ماشي. انت كده كده بتاعي لحد ما اتاكد انك ما بعتنيش للبنت دي. وهجيبها هجيبها هجيبها. كيس واحد من اللي معاها يطلع. ولما اجيبها هي اللي جابته لنفسها بقى، هعمل لها ايه؟ ماشي انا مش هفكك غير لما ترجع. امرح.
عايزك تبرطع. سلام يا برنس. منك لله يفتون، منك لله يفتون. ايوه حاضر. اوف، صباح الخير. في هي الساعة كام؟ دخل على 10. تقول لي جايبك يا فتون الساعة 10 الصبح؟ خير؟ ايه اللي تزوق دي؟ هو انا كنت بايته في حضنك؟ طب والله العظيم انا ما نمت من امبارح. ما نمتيش من امبارح؟ طبعا، ما هي دي الشغلات اللي بتنيم الناس وش الصبح. طب بذمتك مش الشغل عند فاضل كان احسن وانضف؟ على الاقل هو فنانة راحت، الفنانة جت، بدل الرجوع وش الصبح ومحدش عارف جايه منين. هي الامخاخ الوسخة اللي زيك دي هي اللي بتفكر كده. يا اخي انا كنت في قهوة في وسط البلد قاعدة على كرسي خشب لحد ما عظمي نشف. ما عندكيش حاجة اصطبح بيها؟ هو انت ما عندكيش دم؟ اصطباحت ايه اللي يخلي واحدة زيك تسيب بيتها وتروح تبات على كرسي في قهوة في وسط البلد؟ تصدقي وتأمني بالله انا غلطانة، غلطانة اني اول ما فكرت اروح لحد جيت لك انت. ما انت عيلة الا وهتودينا في داهية. اوديكي في داهية؟ واضح من كلامك انك عاملة مصيبة. خير يا فتون؟ في ايه؟ هاتي من الاخر. اسكتي يا بنت، انا عملت غرزة شقاوة كده بس هتنقلني نقلة تانية خالص، بس هي محتاجة شوية تظبيط. هتعملي لي قهوة ولا لا؟ طبعا اعمل لك احلى قهوة يا حبيبتي من عينيا طبعا. والغرزة اللي حضرتك غرستيها وجاية بيها غرزة شمال؟ شمال الشمال. انا كان قلبي حاسس انك ما بيجيش من وراكي غير الغرز الشمال، بس خلي بالك يا فتون الشمال بتاعك بيجيب في رجليه البوليس اللي بيجرجرنا على الاسم ويبهدلنا. خلاص يا فتون وقولي كنت جايه وعايزه ايه. انطقي يا زفته. عايزه ايه؟ هو بعد اللي انت قلتيه ده انا هقول لك حاجه؟ ده انا هفكر اذا كنت احكي لك ولا ما احكيلكيش. اصل الموضوع ده عايز قلب جامد وحد ما بيهموش حاجه. وبعدين انتي لا مؤاخذه يا غنوه يا اختي، مالكيش غير في الحنكره والبسباسه. لا يا حبيبتي، الشغل ده انتي اللي تعرفيه. انا اخري اشرب كاسين واسكر. اوكي، اخد لي سجارتين فيري جود، وممكن اخرج واتبسط لي يومين، اعمل شوبينج حلو واتبسط، بس ما اخدش فلوس. حد الله ما بيني وبين الفلوس، والحكومه ما بتحاسبش حد على انه بيصاحب. انا عارفه انت بتبصي علي عشان خدت فلوس من فاضل ده لاني شغلتك عنده. ميري يعني زي اي سمسار يعني. من الاخر كده انا عوم على وش الفت، انما غوص فيها نو. اوكي، تصدقي انت بوظتي الفته على اللي بيحبوا الفته. عندك حق، انت مالكيش في حاجه خالص. ايوه، ما ينفعش في ايه؟ ما تخلصي يا فتون وتجيبي اللي في بطنك بدل ما انت معلقه لي الطعم في الهوا كده. انجزي وقولي عايزه ايه. انا اتخطفت من 3 ايام. اتخطفتي؟ مين اللي خطفك؟ فيك ايه يا بت؟ انتي جسمك مورم كده ليه؟ ما تنطق. لا ده انتي دماغك بتدور فيها حاجات كتير قوي وغويطة لدرجة انك مش سامعاني اساسا. سامعاكي. امال في ايه ما تنطقي؟ في ان انا كنت عايزة حد يفكر معايا. أنا ما ينفعش أغلط، أنا مش هتربى عليا الدنيا أكتر ما هي متربقة. أنا مش فاهمة حاجة يا فتون. ولا عمرك هتفهمي حاجة. مش مهم،
لو حد سألك عليا أي حد. أنتي ما شفتنيش يا أختي، آخر مرة شفتيني وما كنا في الاسم. ماشي سلام. سلام يا فتون. زينب، زوزو، انت فين قطتي؟ حاجة زينب، زينب 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 يا صلاح يا صلاح.